السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في مطبخ سلسبيل. دائما مع الوصفات السهلة والوصفات اللي نحبوهم بزاف. بما أن الباذنجان راه بزاف، اليوم جبت لكم وصفة تاع نغولي بالباذنجان نعملوه. أول حاجة اللي جبتها لكم قبل ما نعملوا المقادير، نذكر المقادير. نحتاجوا الباذنجان هنا على حسب أفراد العائلة، الكمية اللي تكون عندكم. أنا هنا راه عندي أكثر من كيلو، 1 كيلو. غسلتها ونشفتها ونقطعوها باش نعملوها تنشوى في الفرن. نبداو على بركة الله. بعد ما تكون المقادير الأخرى اللي نحتاجوها في هذا الغولي، طبعا نحيولها هذا الأخضر ونقطعوها هكذا بالطول على شرائح. نحيولها كذلك هذا اللي من تحت، قطعوها هكذا شرائح بالطول. هذا نحيوه، شو هذا نحيوه، هذا الكحل يسيو ما ترفدوش كبير هكذا، ما نحتاجوش هذا. قطعوها هكذا شرائح باش نعملوها في الفرن. دوك نوريكم كيفاش نعملوها، نكمل التقطيع تاعها ونوريكم، نكمل معكم الفيديو. شوفوا هي الباذنجان خفا يكحل، عملوا عليه الملح هكذا، دريو عليه الملح وخلطوه. وراني نسخن في الفرن باش نعملهم ينشواو في الفرن. هنا قبل ما تحطوهم في الصينيه تاع الفرن، طليوهم هكذا بالبانسو بالزيت باش يعطيونا داك اللون خفا يدبالو. عفوا طاحت لي، اش قلت لكم ما تخليوش فيهم هذاك الكحل. فرشوهم هكذا في الصينيه. انا راني ما عندي مفروشه برق الطبخ، انا باش السواني ما يفسدوليش، ونتحيها في الفرن نشوفوها بعد ما تدبال. وهذه هي الباذنجان تاعي بعد ما عملتها في الفرن. شوفوا ما تجيش شاربه حتى الزيت بزاف. بهذه الطريقه عملتها في الفرن، ما قلبتها ما والو، قديت عليها من تحت ومن الفوق. نحتاج الى لحم مفروم، نحتاج هنا شويه تاع الخبز عملته في الماء هكذا ينتفخ، البيض، نحتاج هذا الجم تاع الساندويتش، الماء، الملح، الثوم، وهذا التوابل الخاصه بالكفته. طبعا نحتاجو بلاستيك اليمونتير. نبداو هنا على بركه الله، نبداو في نعمل هكذا البلاستيك اليمونتير تاعي باش نبدا نعمل في هذيك الباذنجان. الان نبدا نعمل في اللحم المفروم تاعي. نضيف له هذا الخبز اللي كنت سمخته شويه تاع الماء، عصرته جيدا من الماء، هذه غير باش تجينا الكفته تجينا زاكيه وكذلك تجي البنه تاعها مليحه. نزيد هذاك المعدنوس، كنت ما ذكرتوش في المقادير، المعدنوس والتوابل. هنا التوابل اختياري، انا نعمل فقط تاع الكفته، يجيو بنان بزاف، تجي بهم الكفته بنينه بزاف. التوابل هذو التركيه تنجمو غير بوحدكم تخدموهم. نعمل هكذا كميه حوالي حل ملعقه صغيره. نضيف كذلك الثوم غبرة، انا نحب نعمل الثوم غبرة تجي بنينة. نضيف الملح، هنا الملح حسب الذوق. طبعا نضيف ديك الحبة تاع البيض والماء. انا نعجنها الكفتة، نعجنها بالبعد حتى يكون ماشي شوية، نعملها هكذا على هذه الطريقة تجي مليحة بزاف. هنا كيما تقدروا تستغناو على البيضه وتعملوها فقط بالماء. انا هنا ما نزيدش الماء بزاف، انا من داري ما نعملش البيض. اللحم المفروم تاعكم ضيفوا له الماء وعجنوه جيدا حتى تشوفوه ولا رطب، رطب كليا. هاي نعجنها ونضيف. انا هكذا نعملها الكفته تاعي، نتمنى ان شاء الله تجربوها بهذه الطريقه تجي شابه بزاف. تعجنوها كيما اللي تكونوا تعجنوا في لاباط. شوفوا كيفاش تولي رطبه على هذه الطريقه. ونبدا على البلاستيك اليمونتير، نعمل في البرانيه تاعي او الباذنجان اللي كنا شويناها في الفرن القليل من الزيت والملح. شويه نبدلو، ودروك في هذا الصيف هكذا الناس ما تبداش تحب هذوك المراقي، وما تبداش تحب يتوجي وتقال بزاف. ما تعملوش طبقه خشينه بزاف هكذا، مشيوها. علاش قلت لكم عملوها بالماء باش تمشى لكم،
مع هذيك الباذنجان الان نعملوا هذو الجبن تاع لي ساندويتش. عملوه حطوه على هذه الطريقه، يجي ساهل هذا. ما كانش عندكم هنا تقدروا تستعملوا الجبن المبشور، بصح هذا من الاحسن. والان نبداو نلوي في الغولي تاعنا. بلاستيك اليمونتير كيكون يساعدكم احسن. كيما راكم تشوفوا الالومنيوم ما نجموش نطيبوا به لانه غير صحي، لكن هذا البلاستيك معليش طيبوا فيه ما تخافوش منه. نلويوها على هذا الشكل ونعاود نلفوها في هذا البلاستيك اليمونتير. او ميم طون الشكل يكون مليح بالبلاستيك اليمونتير، او ميم طون طيبوا فيه ما تخافوش. على هذا الشكل نلويوه الان في البلاستيك اليمونتير. الفرن حنا نسخنو فيه على درجه 180 درجه مئويه، نتحيوه يطيب. نعملوه في فان بلا نتحيوه يطيب، هو كلشي راه طايب فيه غير داك اللحم المفروم يطيب خفاو بيان سور البصل والطماطم. ونمشيو نحضروا الصلصه اللي ترافق هذا الغولي تاعنا تاع الباذنجان هكذا على هذا الشكل. ما تزيدولوش الالومنيوم، بهذا الشكل نحطوه في البلا. وهذا هو الغولي تاعي، راني عملته في صينيه فرشتها فرق الطبخ وندخلهم يطيبوا نشوفهم بعد ما يطيبوا. انا جاوني زوج، عملت واحد كبير واحد صغير. وهذا هو الغولي بعد ما طاب، خليته برد وراني نمشي نوريه لكم. نحيوا له هذا البلاستيك اليمونتير يزول بسهوله. انا هنا راني نحيلو هاد الجوانب باش يجيني في البلا اللي راني مش نقدم فيه. وكذلك رافقته بصلصه طماطم عاديه. انا شتوني صلصه الطماطم ما نعملش فيها حتى الزيت هكذا. هذا هو بالنسبه للغولي تاعنا تاع الباذنجان. شوفوا كيفاش يجي من الداخل، يدي رمص خير سمحولي، يجي هكذا هذا الشكل. وهذا هو الشكل النهائي تاع غولي تاع الباذنجان تاعنا، جا رائع، عجبني بزاف، صدقوني عجبني بزاف. نتمنى ان شاء الله تجربوه، خاصة اللي ولادهم ما يحبوش الباذنجان، وهذا الأكلات من الأكلات المحبوبة عندنا في الصيف، حاجة خفيفة. نتمنى إن شاء الله تجربوه، ولا جربتوه ما تنساوش تخليوا لي في التعليقات. في الأخير نشكركم على المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.